ايه اللي حصل معاك؟ اللي حصل معايا نزلت على الصفحه الرسميه بتاعتي وكل حاجه على الصفحه والمشوار خلاص الحمد لله وربنا معايا ان شاء الله. انا بسالك المصريين كلهم ممكن نشوفها مره ثانيه ان شاء الله؟ لا 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 اسمع بقى ممكن انا بس على يعني ممكن بس بعد اذنك انا مجريه دلوقتي على المحل ده مخالف للقانون مخالف للقانون وعلامه تجاريه بتاعتي انا صبح كامل ممكن نعرف بقى خطوه قانونيه كده قضيه حضرتك ترفعها مثلا على استخدام الاسم ان شاء الله. طب على عايزين نعرف ايه صفقه الدوره اللي حضرتك اتنصب عليك فيها والاستاذ مطعم صبح كامل المطعم انا بعته انا بقالي بالظبط من امتى بقالي بالظبط كده من شهر واحد ازاي بقى من شهر واحد حاجه صبح وموقع او صفحه رسميه اللي هي تابعه ليك وحضرتك اكيد ده بتنزل صور للمطعم والاكل والحاجات دي بشكل عادي كانت دي انا بدون لحمه من عند المزرعه وخضار من عند المزرعه طب في كلام قول له انا يا حاج صبح حاج صبح في كلام بيتقال ان في يا حاج صبحي في كلام يعني اهل الصفحه مش مهكره فعلا زي ما اتقال الصفحه بتاعتي مسجله وانت بترد على الناس طب لو سمحت الاستاف اللي عليا عايزين نعرف بس في كلام في بتقول لما ادخل المطعم ما حدش بيقول لك يا معلم والتصريحات دي تفاصيل النقطه دي تفاصيل هم مشوا الناس الرجاله بتاعتي كويسه وخدوا الرجاله جابوا الرجاله ليهم من بره طب هل كان في اي ضغوطات عشان صفحه البيع دي طيب ولا لا انا شايف ان حضرتك هل كان في اي ضغوطات عشان صفحه البيع دي ولا لا وانا لا غني عليا فلوس ليهم لا اتحبس لا اديهم المحل المشتري معرض الامام صفوان من شويه قال ان التعامل مع الحاجات دي انا مش عايز مفيش اي مشكله وان الحاجات دي كلها لا هم بعد ما هم رفضوا ياخدوا مني لحمه وياخدوا مني الخضار وياخدوا مني الحاجات دي كلها اتقطعت هم الاول كانوا بياخدوا منك النص ويشتروا من بره النص نرتب الموضوع بعدها ما بقوش ياخدوا خالص المشكله دي كانت بدايتها من امتى بالتفصيل عشان بالراحه عشان الناس كلها تعرف المشكله دي كانت بدايتها فين يا جماعه ثواني انتوا سالتوا يا جماعه بعد اذنكم كل واحد يسال المشكله دي بدايتها ازاي بدايتها ان انا المحل كان يعني ايه دخلت موضوع الذره وجه المحل ولع الازمه المالية اللي مريت بيها اللي تعرضت لها شايف ان دي حكمه من ربنا انت حضرتك كنت صاحب مال وفجاه بقيت شغال في المحل الكلام ده من امتى يا عم صبحي يعني الموضوع ده زعلان طبعا طب انا بس شايف ليه دماغ حضرتك صوت حضرتك دلوقتي ليه دماغ في عينيك يا حبيبي صبحي بتاعك انا حاسه في دموع في عينك حاسس ان احنا في دموع في عينينا الناس كلها ده حب الناس دي كلها ربنا في الحاله دي قاعد عندي احسن من مال الدنيا كلها اسم صبحي كابر مرتبط باي حد بينزل مصر عايز يروح ياكل في صبحي كابر ان شاء الله هفتح صبحي كابر بامر الله واختركم ان شاء الله هفتح المشكله دي وصلت للفرع اللي في السعوديه بتاعت لي يا حاج صبحي حاج صبحي شايفين في دموع في عينك على نفسي شايف ان في مسؤول كبير في كلام بيتقال ان في مسؤول كبير ورا الحاجات اللي بتحصل دي كلها ده حقيقه ولا الناس كلها اللي عندنا الدوله دوله محترمه والجمهور بتاعتها محترمه رساله تحب توجهها للجمهور الدموع دي وبقى حاجه تعرضت ليها يا حاج صبحي ايه اللي هل دي دموع قهر يا حاج صبحي الدموع دي دموع قهر عم صبحي انا هسالك سؤال واضح انت من سنين اتعرضت لعمليه اللي هم كان في ناس عايزه تدخل معاك شراكه او تشتري فروع صبحي وكان عليها مباركه كلمه وكان لا مش عارف كان تقريبا معمار المرشدي وحصلت قعدة صلح عندك في صبح كابر وقلت المشكله اتحلت هل الناس دي ليها تواصل بالمشكله اللي عندك فيها يا حاج صبحي ردك ايه ردك ايه على الناس اللي بتقول يعني انا اسف اللفظ ان امبراطوريه الحاج صبحي كابر يعتبر انتهت بعد بيع المطعم ردك عليهم ايه؟ رد عليهم انا هفتح حاجه احسن من نفس الاسم صبحي كابر ان العلامه بتاعتي براند صبحي كابر موجود فيها من ناس سعوديين معايا ان شاء الله وهكبر احسن من الاول وباحسن من الاول بنفس العمال اللي شغالين معايا الستاف بتاعي هتتغير العلامه التجاريه للمطعم لا المطعم علامه التجاريه من حقي العلامه التجاريه بتاعتي انا ما اتباعتش في العقد طب ممكن نعرف ايه الاجراءات القانونيه اللي حضرتك خدتها ممكن نعرف ايه الاجراءات القانونيه ابو صبحي ابو صبحي خليك معانا هنا حاج صبحي كلها ترجع ليا فيها 600 بس ايه الاجراءات القانونيه اللي انت عملتها ممكن نعرف رفعت قضيه على الفرع ده ان هو خالف التعليمات اللي هي المطابقه للعقد اللي بيني وبينهم ان هم جابوا اللحمه من بره وجابوا الخضار من بره والحاجات دي بيبوظوا المنتج بتاع اسم صبحي كابر بالنسبه للشخص اللي نصب عليك هو فين؟ مرفوع عليه قضيه وجا هو ده مصري حاج صبحي يا حاج صبحي مين مالك المطعم دلوقتي؟ مين مالك المطعم دلوقتي؟ شركه الامام طب الشخص ده هارب بره مصر فعلا؟ نعم التواصل بينك وبينهم تم ازاي؟ بين شركة السيارات يعني او رجل اعمال في تعامل ايه التعامل صبحي التعامل يعني العلاقه جت ازاي يا حاج صبحي؟ العلاقه جايه ان انا خدت منهم فلوس سلف خدت منهم 75 مليون سلف بس اللي احنا نعرفه 75 مليون انت تعثرت حاج صبحي عشان كده يا حاج صبحي عشان نكون صراحه احنا عارفين ان انت راجل صريح ومعروف بالحكمه هل اتعرضت لضغوط عشان خاطر الموضوع ده يوقع اسم صبحي كابر وناس تانية تشتريه لا تنضم لصفحته؟ الضغوط دي وصلت منهم هم ان هم خدوا مني الفلوس حسبها لي الفايده
وهم عايزين فلوسهم اكتر من فايده البنوك. يعني هم كانوا 75 بقوا 125 مليون الحمد لله. نعم. من الاخر كده فكرت تزور المطعم بعد عمليه البيع حاج صبحي؟ رحت كذا مره كان بيتحرق دمي على الاستاف اللي بيمشي وعلى الناس اللي فعلا الصناعيين ما بقاش يقولوا لك يا معلم زي ما كان اللي هو الاسم اللي صح كابر. اسمي كابر فهو مش بتاعي المحل ده مش بتاعي. وانت رفعت قضيه على الكاميرا المعرض الامام طلع من شويه وقال ان مش المعرض هو اللي اشترى ده، هو شخص مثلا من هنا على شخص من مكان تاني، فهي مجموعه اشخاص اشتروا هم الخمس فرقه اللي اشتروا هم اخوات مع بعض خمس اخوات. لحد توجه لهم رساله؟ لا توجه للخمسه دول رساله، تحب تقول لهم ايه؟ اقول لهم ان شاء الله ربنا موجود. وتقول لهم يعني حب الناس اللي شاف دي بالدنيا بحالك فيها، توافقكم عادي بالدنيا بحالك فيها. الحكمه اللي انت طلعت بيها الدموع غاليه علينا. تفصل حب الناس ازاي من امبارح وانت على السوشيال ميديا؟ نعمه من ربنا. هل انت الوحيد اللي اتعرضت للموضوع ده، ولا فعلا زي ما اتقال على السوشيال ميديا ان في برضه مطعم مشهور جدا يملكه استاذ رجل اعمال احمد الباز تعرض لنفس الهاكر ونفس التهكير؟ حاج احمد الباز راجل محترم وناس محترمه وناس ناجحه وربنا يوفقهم. مطعم مصر الكبابجي رد عليك وقال احنا كنا بندعمه من الاول وقفنا معاه. كل مطاعم مصر بتدعمك. عايز تقول له ايه؟ طيب وجه له رساله. اقول له متشكرين يا حاج احمد ليك وعلى وقفتك معايا، وربنا يخليك وربنا يخلي الحاج عنتر وربنا شايفين دماغك. ايه الحكمه اللي طلعت بيها من يعني عشان ما حدش يتنصب عليه بنفس الطريقه تاني؟ انت بتقول يعني يذل من يعز من يشاء ويذل من يشاء. اقول ان ما حدش يعني حراسه من الناس، الناس النهارده دلوقتي بقت فيها حته طمع. بس حاج صبحي معلش انت بتضحك عليك في الموضوع ده ولا كان؟ ليه ما خدتش قرار في الارض؟ هو ما اعتذار لحضرتك، انت قلت انا طمعت في الصفقه ورجعت دي. يعني زي ما الناس رجال اعمال بياخدوا قروض البنك ولجأت للناس اللي نصبوا عليك. النصيب بقى كده والحمد لله. حاج صبحي واحد يعني زي حضرتك خبره كبيره في السوق، يعني راجل ليه بدل مشروع 10، ازاي تدخل يعني ازاي حاجه زي كده تتعرض لمؤامره؟ تتعرض لمؤامره زي دي؟ انا ما اعرفش اقرا واكتب، وراجل على الله حكايته. ومعاك محامين معاك ورجالتك والمكاتب بتاعتك. بخاف بدرع على شمعتي زي ما بيقولوا. خاف من الحسد يعني قصدك كده؟ حاج صبحي احنا دايما معاك، الناس كلها بتحبك. بكررها لك تاني، بكررها لك تاني، لو اتعرضت لاي ضغوط او اتعرضت لاي حاجه تقدر تقولها طبعا. الناس كلها معاك الحمد لله. الحمد مش عايزينك تزعل ولا تقول عايزين حقك يضيع. لو انا شاكر ليك وشارك للناس جدا. احنا لو حبينا ناكل دلوقتي عند صبح كابر هنروح فين؟ ان شاء الله هنفتح محل ان شاء الله قريب ونقول لكم عليه ان شاء الله. رجالتك عم الرجاله اللي كانوا شغالين في صبح كابر مصيرهم ايه؟ مصيرهم ان شاء الله خير باذن الله. ايه فين دلوقتي هم؟ فين رجالتك عم صبح؟ رجالتك معايا ورجالتي الواتس واوريكم الصور وانا شغال في لندن بعمل اكل للملوك وامراء والحمد لله. بلدك بلدك برضه بتدعمك. شوف المصري الجديد بتاع صبحي. الشعب المصري خيره عليا وهو اللي وقفنا على رجل الشعب المصري. السنه الجايه صبحي كده. انت هنشوف المطعم الجديد بتاع صبحي السنه دي ان شاء الله. حضرتك قلت انك بعت العالميه وهيسيب مصر. لا 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 عمري ده بلدي شعبي واخواتي وحبايبي انا بحب مصر. بيسجل الجمهور ومصر بتحبك يا عم صبحي. شايف الناس واقفه جنبك سجل الجمهور. الناس مش متخيله لا تخش ومش هتلاقيك وانت بتعمل ايدك كده تقول يا بركه دعاك يا ان شاء الله يا بركه دعاك يا امه يا امه. يعني الناس دايما نعملها تاني يا عم صبحي. طب عايزين نقولها تاني. عايزين حد صبحي قول لنا كده قول لنا بركه دعاك يا امي يا بركه دعاك يا امه. حد صبحي ربنا معايا. حد صبحي دور امي في حياتك. دور امي في حياتك. دور يعني كان ايه مؤثر دور السيده الوالده في حياتك؟ كان نفسي تبقى معايا النعمه اللي انا فيها. انا عايز اسالك سؤال عن صبحي بصراحه، ليه ليه صبحي كابر بالتحديد؟ انا عندي ربنا حرمني بكابر
الصبح الاول كنت فاكر حاجه اسمها عايزين نعرف سر كلمه كابر. كلمه كابر دي انا كنت شغال عند اميره في السعوديه مخلفه اميره اسمها كابر. فكنت انا بعمل لها الاكل وهي صغيره كده. اتمر فيها العشره وبقول لها كتر خيرك كل سنه وانت طيبه وجيب لك على دماغي. تعيطش ما تعيطش على الصبح. لحد دلوقتي دماغك غاليه. بنتك على اسمها كابر. واقفه معايا لحد دلوقتي وبقول لها كتر الف خيرك. دماغك غاليه يا عم الصبح. الله يخليك. عيطش. والناس واقفه معايا وكتر خير الشعب المصري اللي واقفين معايا والشعب السعودي وكل سنه وانت وراك يا حاج. واحنا بنحبك يا عم الصبح. خلينا بس اول فرع هيكون فين؟ اول فرع ان شاء الله باذن الله. اول ما هعرف هبلغكم والله وكل حاجه ان شاء الله. جات لك مكالمات اكيد من مستثمرين ومن ناس عايزين يدعموك. كتير. اهم حد جال يكلمك مين؟ لا كتير بس انا مش بس امر انا مش هشارك حد يبقى حاجه المصلحه ليا انا كده. انت طول عمرك ما بتحبش الشراكه اللي احنا عارفينه بس يعني المره دي دموعك غاليه علينا يا عم صبحي. اتعلمت بقى من اللي فات بقى عم صبحي لازم استفاد. دموعك غاليه علينا. اخر حاجه بس وانا نفس مجال المطاعم من الوالد ان احنا نشوف صبحي كابر في مجال اخر جديد ولا هو مجال لا مجال المطاعم ومجال الجزاره ان شاء الله. طب جزاره حاجه صبحي يعني المزرعه بتاعتك دخلت تعب ثواني يقدر ينافس. طب ما تسالنيش. طيب كابر يعني معناه صبحي كابر مين المطعم اللي موجود على الساحه ده؟ والله مش عايز اعرف المطعم. طب حضرتك قلت عندك 5000 مواشي في المزرعه بتاعتك. المزرعه اللي انت مصيرهم ايه هتعمل ايه؟ انا بذبح لوكشيبه العادي. عم صبحي عم صبحي المزرعه. طب ايه حضرتك كلمني من هنا الكلام من ده يا عمر مليون ايه عم صبحي المزرعه بتاعتك اللي انت بتملكها المزرعه بتاعتك اللي انت بتملكها فاضي مطرون من ضمن الخسائر اللي انت خسرتها. لا المزرعه موجوده وقايمه وفيها بهايم الحمد لله في خير ربنا. ما فكرش ليه تبيع حاجه في المزرعه عشان تحافظ على المطعم؟ لا المزرعه تعبت فيها تعب السنين. بخل سعر المحل وهم بيشتروه. الله يسهل لهم. الله يسهل لهم. حضرتك دلوقتي بتبيع للمطاعم بتبيع للمطاعم بدل كم مطعم ده شيء اساسي يعني. يعني دلوقتي اللي هيروح ياكل في مطعم صبح كابر الحاج صبح مش هو اللي مالك؟ مش بتاعي ولا اعرف حاجه عنه. لا قولها تاني تاني قولها تاني. عم الاكل اللي بيتعمل مش الخلطه بتاعت صبح كابر. الكفته اللي بتتسقع على التلج زي ما يعني. الاكل اللي في المطعم ده مش صبح كابر. لا صبح كابر في مصر ليه؟ في السعوديه بس. فرع السعوديه فرع السعوديه بس فرع الرياض. لحد ما افتح في مصر اقول لكم الفرع. طب في حاجه في الامارات؟ طيب في حاجه في الامارات تخصص السعودية تحديدا الشعب طيب. الحكمة اللي انت طلعت بيها دي بقى الموضوع ده انت اتعلمت ان انا مش على قدي. ما بعرفش اتكلم معاك. قول لي يا حاج سبحي عشان انا ما سمعتش الحكمة اللي انت طلعت بيها. الموضوع انا اتعلمت استفدت ان انا ما كنتش حاجة ما اعرفهاش وامشي على قدي. بكررها لحضرتك تاني عم سبحي. هل اتعرضت لاي ضغوط عشان اسم صبحي كابر يروح لمستثمرين تانيين غيرك؟ لا 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 اصل الناس دلوقتي بقت تتكلم وتقول يعني. لا 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 يا عم بحال في مصر والوطن العربي ويمكن في الشرق الاوسط اي حد لازم انا عايز ابقى حاكم صبح كابر. صبح كابر اسم لايق يعني مفهوم يعني اللي بينزل مصر عايز ياكل صبح كابر. اللي ما سمعش عنه تلاقي صاحبه بيقول له يلا احنا ان شاء الله كابر هيرجع ويرجع بقى من الاول. انت هتاخد اجراءاتك القانونيه عم صبحي. ما ينفعش عم صبحي بدات من امبارح. عم صبحي ما ينفعش الموضوع يتقفل. لا 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 عم صبحي قبل ما اختم معاك عم صبحي. طب بالنسبه للاعلام التجاريه بتاعت المطعم الموجود حاليا هل هتطالب بحقك فيها؟ طبعا علامه التجاريه بتاعتي. هتخليهم يتنازلوا عنها ويغيروا اسم المحل؟ الله اعلم. الحكومه انت شايف ان الترند اللي حصل ده رزق ليك وعلامه ليك؟ شايف ازاي؟ ده اواني بس هو مش يعني دفعه حماس. لا ده انت اصبحت راجع على الفيسبوك عم صبحي. لا لا يا باشا من فضل ربنا سبحانه وتعالى. ده من زمان من قبل الموضوع ده. وقت الازمه بدات معاك لحد دلوقتي ايه الحاجه الجميله اللي حصلت معاك لحد دلوقتي؟ عرفت الدنيا فيها ايه؟ انا كنت الاول واخد يعني واخد طيب زي النجوم. اتعلمت ان انا ما الملاك الجدد بيقولوا ان انت عملت شو. لو سمحت تعمل شو ردك عليهم كدابين. ليه بتقطعوا؟ طب بقول لك يا عم صبحي قبل ما نختم معاك عشان بقى الموضوع ده كلمنا عن صبحي كابر من اول ما بدا خالص لحد بقى ما الموضوع انتهى. صبحي كابر بدا من الاساس. بدايتك كانت ايه؟ باترينا ورصيف وعربيه وقصه كده. ما عندكش مشكله تبدا من الاول تاني. لا مشكله. اصبح هو انت بقى كده بقى عربيه كبده فعلا. بس عربيه كبده وكفته وفراخ وكباب وستيك ونيكا. اول واحد عمل ورق عنب في مصر انا. اول واحد اخترع الستيك انا. زوجتك وقفت معاك يا حاج صبحي. الرجاله دي عايزه تتعزل عم صبحي. عم صبحي ماشي متقطع. الراجل اللي جاوب الرجاله دي عايزه يعني لما حصل الدموع ويفضل زي ما هو الله بامر الله حسيت بايه انا انك خلاص يعني ما عاد علينا اه بس.
ناس كلها يا صبحي. يا جماعه سيبوا الراجل يتكلم. يا جدعان ما تسيبوش يكلم الراجل، ما بيقولش كلمتين يا جدعان. ماجن المحبين كتير. لا حد سعودي كده اخويا. طب ممكن تكلمنا عن الدعم المادي توقيته؟ يعني بص انا كنت في السعوديه في العيد الوطني بعمل شغل، وخدت ادوني فوق حقي وزياده شويه، ورحت عملت اكل في لندن خدت برده فوق حقي في لندن. ايه الموبايل كان فوق الحمد لله ومستوره الدنيا والحمد لله على الصبر. طب يوم ده حد صبحي. لا 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 في مصر من دلوقتي احنا عندنا مشكله قضائيه ما بينك وما بين مجموعه الامام اللي هي اشترت المحل صح كده؟ كل المجموعه. هل قدمت خسرت كام اي بلاغات دلوقتي لحد دلوقتي؟ ربنا موجود بقى. قدمت بلاغات فرع تقريبا في مصر. قدمت بلاغ طيب على فرع. قدمت بلاغ. هل قدمت بلاغ للنائب العام يا عم صبحي؟ وفجأة ما بقوش ولا فرع تحت ايدك. هو كان فرع وكان في ايده وما بقاش تحت ايده. قدمت بلاغ للنائب ولا ما قدمتش بلاغ؟ قدمت بلاغات وان شاء الله الدنيا ماشيه والمحامين شغاله في الاوضه ان شاء الله. احنا معاكم ان شاء الله. طيب الناس بتقول انك انت عملت كده علشان يعني تمشي من بره مصر وتفتح بره مصر. لا لا عمري بطلع بره بلدي. انا فاتح بره مصر وبطلع مصر وبرجع بقى. انا ما بقتش اقعد بره مصر 3 ايام بعيط. انا باجي مصر هنا مسافر واطلع وارجع ابص على الارض بتاعتها وابصها. مصر احسن بلد في العالم، امان استقرار رخص اللي هو الناس تقول لك كلها فيها غلا. مصر ارخص بلد. اطلعوا بره وجربوا الغلا فيها قد ايه وشوفوا مصر الرخص فيها قد ايه، شوفوا الفرق. مصر احسن دوله في العالم والله. بلدك بتحبك وبتدعمك يا حاج صبحي. انت بتحب تروح مصر. مصر احسن دوله وشعبها احسن شعب. عم صبحي انا كان معايا واحد ان هم يعرفوا يديروا المحل زي ما انت كنت. لا طبعا لا طبعا، خصوصا ان ظهورك الفتره اللي فاتت خلى معظم الناس كلها ما عندهاش قابليه انها تروح المحل في ظل وجود في ظل عدم وجود صبحي. يعني المحل انت مالكش علاقه بيه يا عم صبحي. لو انت خليك هنا يا عم صبحي، توجه رساله للمحبين صبحي كابر في مصر كلها، تحب تقول لهم ايه؟ اقول لهم كتر خيركم ومشكرين ليكم وربنا يا رب يخليكم. ولو راح المطعم يعني انت مش موجود الخلطه بتاعتك كده خلاص. لا لا الخلطه مع بنت كابر غير فقط لا غير. كابر هي الاساس. الخلطه دي حدش يعرف الخلطه دي الا كابر. سر سريه السر السر الخلطه السريه دي. يعني عايزين نعرف حاجه عنك اولاد معايا محمد معايا كابر ومحمد ومصطفى وادم ان شاء الله، ومراتي هي اللي واقفه جنب مني وربنا يخليها لك دلوقتي. يا حاج بعد المحل المزرعه ومجموعه من الاراضي ولا في؟ لا مش اراضي يا عم، انا على الله مزرعه فقط. مزرعه حضرتك قلت ايه؟ خليك يا عم صبحي شويه. يا عم صبحي خليك معانا بقى شويه. عم صبحي انا عم صبحي فاكهه وبرز. خليك معانا. حضرتك قلت انت زوجتك بعت ذهب عشان تقف جنبك. كلمنا عن اللي عملته معاك. ناس كتير وقفت جنبني، ناس من اللي شغاله معايا جابت فلوس ليا، وانا الحمد لله مش محتاج حاجه الحمد لله. انا بقول لك الحمد لله جالي دعم من السعوديه واقفين جنبي. الشعب السعودي ومصر برضه ناس محترمه محولين الفلوس برضه، بس انا مش عايز حاجه الحمد لله وهلم نفسي واقف احسن من الاول ان شاء الله تاني بامر الله. يعني يعني اي زباينك القدام ما يروحوش المحل كده، لان ده مش محل الصبح كابر. محل الصبح كابر لا 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 تملكه خلاص. نهايه السنه صبح كابر الجديد هيكون موجود كمحل ان شاء الله بامر الله. رساله للشباب المصري الطموح اللي هيقبل على فتح مشاريع. بص علينا هنا يا عم صبحي. الدنيا راحه وجايه. يعني انت لسه بعد اللي حصل معاك؟ لا لا ما يسش. لا لا املك في ربنا برضه؟ املك في ربنا وعيش على ربنا، هو ربنا اللي يقرب مني ويرجعني تاني احسن من الاول ان شاء الله. تمام. يعني بعد اللي حصل ده كله انت لسه تدينا نفس بالامل وانك انت مش هتيأس مهما كان؟ لا لا اوعى تيأس، وانا عمري ما هيأس ان شاء الله. المحل هيبقى باسم صبحي كابر برضه. الجديد صبحي كابر برضه. عم صبحي ايوه ايوه ايوه. هي هي ما تنزلش بعد اللي حصل ده كله. انا عايز اسالك في حاجه انسانيه يا عم صبحي. يلا يلا قول الحقيقه يا عم صبحي. هنا يا عم صبحي الناس انا والجمهور. اصبر اصبر اصبر. والناس الشعب المصري الطيب ده اواني خلى عزم. لو والدتك الله يرحمها موجوده دلوقتي كانت هتقول لك ايه؟ هتقول ربنا يوفقك. بتحبينهم يا عم صبحي. بص يا عم صبحي بقى انا اسالك سؤال سؤال انساني بعيد عن الشغل. بتتكلم عن زوجتك، بتتكلم ان هي واقفه جنبك اكتر واحده اقرب منها في حياتي. اه عم صبحي شايف علاقه حب وكمان دمعك بدات تغلبك اكتر لما اتكلمت عنها. اه ليه بقى احكي لنا شويه. ست محترمه وست واقفه مني وست ربه بيت وست كلام يقوله ما بينزلش الارض. بص عم صبحي انا كان معايا سته في العنبر في الجيش. عم صبحي انا كان معايا سته في العنبر في الجيش كانوا بيشتغلوا عندك. تمام. السته دول كانوا بينزلوا الاجازات بتاعتهم اللي هم السبعه والثمان ايام، كانوا بييجوا عندك يكملوا شغلهم عادي، وييجوا بعد ما يخلصوا عشان يروحوا الجيش كانوا بيتكلمونا عن كرم اخلاقك وطيبتك وانت وزوجتك. كانوا بيقولوا لي انت بتديهم مرتب الشهر كامل. السته دول كانوا معايا في العنبر. ما قعدتش عم صبحي تقول لهم ايه؟ الناس دي كلها هتقطع بيهم. الناس كلها هتقطع بحد ان شاء الله وربنا هيرزقني برزقهم احسن من كده كمان شويه. حاج صبحي الرجاله دي هتبقى معاك. انت الرجاله انت هتتكلم ماشي ما انت ايدي طيب حطها فيها ايه؟ حاج صبحي انت هل هتزوق ايدك كده تسال التصريح ده حقيقي فعلا ولا حصل؟ اه ما هتزوقش زوقك كده. هي فاطمه انت نزل لهم لحمه ايش يا فاطمه؟ اطلع صور فيديوهات عشان ارزق مثلا ب 2003 بتاع
ليه بترد عليا؟ انت عايز تزقني بقى يعني تصور لك مقابل مثلا مبلغ مادي لا لا خد مادي انا عشان اللحمه طب ما دي عشان اللحمه جايت رجاله يقعدوا مني اللحمه بتاعه في الاخر قالوا امبارح نزلنا عندك المطعم يبعدوك عن المطعم كامل وما تاخدش اللحمه ما ياخدوش لحمه مني اصلا اه ايه اللي خلاهم ما ياخدوش لحمه منك بس اللي احنا بنجيبه من بره ارخص احنا نعرف ان انت عندك اكتفاء ذاتي ازاي ده حصل ازاي ده حصل عيشك قمحك لحمتك انت كنت بتبيع اللحمه ليهم ب 260 وهم بيبيعوها بره ب 360 400 كنت بدح كل يوم 100 اجل ليهم كل يوم 100 اجل و120 اجل ومعايا الفواتير بالكلام ده ومعايا كل الحاجات دي على النت طب ليه يروح يجيبوا مبارك اما كنت بتبيع عشان ايه نكمل يا حاج صبحي انا صبحي اخر سؤال ليه كانوا بيروحوا يشتروا من بره مع انك كنت بتبيع لهم سعر عشان يجيبوا جوده اقل بيدمروا اسم البراند اه بيدمروا اسم البراند زي ما يكون حد مصورهم عليا من الاخر انت بتبلغر ليه عشان كده بقول لك المؤامره دي مين اللي متعامل عليك فيها لو تعرف قول عشان نعرف نساعدك والله ما اعرف لو اعرف ولا ما اعرف انت كنت بلوجر ليهم لا يا عم اسمع ايه سلك انت كنت انا بيتكم بارس ضغطوا عليا عشان انا في مغزى ايه سلك كلمه انا بيتكم بارس في محلي او في المطعم بتاعي مين امر الحاج يا ملك المطعم صبحي كامل كده اعداء الوطن هم اللي كده هو انت ليه قلت على نفسك مبارس يا حاج قلت على نفسك مبارس انا حسيت بنفسي ان انا يعني نصبوا عليك فخ بعد ما كنت معلم الموضوع بقيت شغال عندهم اديهم لحمه وبتاع وكلام من ده واتعرض في اللعب وكلام من ده فطبعا ده كده انا شغال ايه شغال كومبارس بس انت مش اول مره تتعرض لحاجه زي كده وكل مره بتطلع من ساعه معمر المرشدي وساعه القصه دي كلها ايه المره دي المختلف ممكن حضرتك تقول لنا الكلمتين دول تاني بعد ما كنت شغال في المكان بتاعك دلوقتي بقيت شغال كومبارس زي ما بتقول مع احترامي ليك طبعا اه لا عادي هو ربنا عايز كده ربنا عايز من يشاء ويذل من يشاء فربنا يمكن بيخليك تمام لحد دلوقتي يا حاج ولا لا الحمد لله مش ما فيش حد يجني عليه شكرا شكرا لك يلا يا جماعه متشكرين شكرا يا جماعه شكرا يا كاميرا يعني ابو صبحي يعني حق صبحي وكنا مبسوطين معاك يا جماعه خلاص يا جماعه انتوا شكرا يا تعالى يا مصطفى تعالى يا خلاص بقى اركب معاك مصطفى الشعب المصري الشعب المصري كله متاثر يعني صبحي ودموعه غاليه علينا عم صبحي يمكن دي اخر مره نصور معاك فيها عشان خاطر لا مش مره احنا بنحبك جدا احنا كنا تليجراف كان موجود عندك تليجراف كان موجود عندك امبارح بنصور وكل المواقع بتصور عندك امبارح بنتكلم كل الناس متاثره كل الناس كل الناس متاثره وكل الناس زعلانه جوه المطعم واحنا بنصور معاهم امبارح ومدى تاثيرهم ان صبحي كبر خلاص بقى لا يملكه المعلم صبحي كده كده ان شاء الله خير وتوقعوا خير ان شاء الله في ربنا وامر الله هنفتح قريب ان شاء الله وابلغكم كل حاجه الحاج صبحي كبر لو حابب يوجه رساله الموقع اقول له مشكرين جدا وهو ايه وهو ايه تقول ايه يا حاج صبحي بلاش اسمه موقع رجاله عايزين نوجه رساله بقول لهم مش اعزائي المشاهدين متابعي تليجراف مصر في كل مكان كنا متواجدين مع حضراتكم بالامس داخل مطعم صبحي كابر الاستاذ تامر مجدي كان متواجد وشفنا لحظات واحنا بنتكلم مع المديرين ومع الناس كان طبعا مشاهد مؤثره جدا لما عرفنا ان صبحي كابر خلاص ما بقاش يملكه المعلم صبحي كابر الوضع طبعا صعب جدا النهارده كنا موجودين النهارده كنا متواجدين مع المعلم صبحي الحاج صبحي المالك الاساسي لصبحي كابر حكى لنا عن الحصل وكله بالتفصيل وقال ان خلاص صبحي كابر بقى يعني هو بقى ما بيملكوش ما بقاش يملك صبحي كابر صبحي كابر خلاص بقى مش تبع يعني الحاج زي ما اتعمل زي ما بيقولوا اتعمل علينا صبايا او فيلم او حاجه وكان مزنوق في فلوس في فتره من الفترات وخلاص تم البيع كل ده هتلاقوه في شهادات حصريه ولقاء خاص على موقع تليجراف مصر بنشكر حضراتكم جدا والى اللقاء في لايف